هنا بأعلى ولاية مستغانا، سكون وهدوء يخيمان على المكان. صباح لا يعرف صخب باقي الولايات الساحلية، ولكن تعالوا معنا لنكتشف الولاية ليلا. نعم، عكس صباحها الهادئ يطمع ليلها الحركة والنشاط، فبمجرد غروب الشمس تبدأ العائلة المستغانية بملء الأماكن والحدائق العمومية. مستغانم كما نقولوا ولاية زعما سياحية، الناس هاي يخرجوا بزاف في الليل، وعندنا الله يبارك يجوا عندنا البراوية بزاف في الليل، ما عندناش الحمد لله يا ربي ما كانش الريسك نخرجوا، هاي ديجا راهي الوحده تاع الليل مازلنا برا. يجونا من كل الولايات، يجونا من ولايه الغرب الشرق، يجونا بني من ليزيترونجي يجوا لهنا. رانا في البدايه، مازال جويلي اوت، مازال كي يدخل الزوار يتوافدوا لهنا لهذه المنطقه. متابعة حثيثة لكل كبيرة وصغيرة، وما تقوم بها مديرية السياحة للولاية من أجل إنجاح موسم الاصطياف واستقطاب أكبر عدد من السياح. كل التدابير اتخذت لأمن وسلامة هؤلاء الزوار، هؤلاء المصطفين، وكل من يتردد على مستغانم في ظروف حسنة، ودليل أننا حقا متواجدون في ساعة متأخرة من الليل. كل العائلات تتوافد لأنه تجد كل يعني ما ضلتها في هذه الواجهة. تخترق هذه الظلمة منارة تنسي السائح أنه يتوسط هذا الكم الهائل من العائلات، وحين تمتزج هذه الأضواء الملونة بالتحف التذكارية تجد العائلة المستغنية ظلتها، أجواء تترجم شعار الولاية التي لا تنام.